نشرة الأخبار على الحياة فم. العاشرة ليلا من الحياة فم، تحية طيبة مستمعين الكرام ومرحبا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية، والبداية بالعناوين. الأملاك المصادرة والقضايا التي بقيت في رفوف المحاكم محور لقاء رئيس الجمهورية قيس سعيد بوزيرتي العدل والمالية. جلسة عمل حول دراسة جدوى إنجاز وصل دائمة طرب جزيرة جربة باليابسة على مستوى منطقة الجرف. وانطلاق التحضيرات لفعاليات اليوم الترويجي لمهرجان المولد النبوي الشريف بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة. إلى تفاصيل النشرة، والبداية بالشأن الجهوي، حيث انطلقت مساء اليوم الجمعة بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تونس التحضيرات لفعاليات اليوم الترويجي لمهرجان المولد النبوي الشريف الذي ستحتضنه ولاية القيروان من 1 إلى 9 من أكتوبر القادم تحت شعار القيروان عاصمة المولد، والذي سينتظم غدا، وذلك للتعريف بالموروث الثقافي والحضاري للقيروان والترويج للصناعات التقليدية بالجهة. أفاد رئيس النقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص سمير شتور اليوم الجمعة أن المفاوضات المتعلقة بتمديد الاتفاقية القطاعية المبرمة بين النقابة والصندوق الوطني للتأمين على المرض ما تزال جارية بين الجانبين، كما بين المصدر ذاته لوكالة تونس أفريقيا للأنباء أن الاتفاقية القطاعية الحالية بين النقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص والصندوق الوطني للتأمين على المرض سينتهي مفعولها بتاريخ 26 من نوفمبر المقبل، وتم الاتفاق على تمديد الاتفاقية القطاعية بين الطرفين يوم 25 من نوفمبر بسنة واحدة، وذلك خلال جلسة بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية حضرها ممثلون عن النقابة والصندوق وبإشراف وزير الشؤون الاجتماعية ملك الزاهية. ووقع بموجب هذه الاتفاقية التعاقدية توسعة الأعمال الطبية لبعض الأمراض المتكفل بها من الصندوق الوطني للتأمين على المرض. صدر بالرائد الرسمي المرسوم عدد 57 لسنة 22 و2000 والمؤرخ في 27 من سبتمبر الجاري والمتعلق بتنقيح وأتمام المرسوم عدد 6 للسنة الحالية والمؤرخ في 26 من جانفي من السنة الحالية والمتعلق بطرح خطايا التأخير المستوجبة بعنوان اشتراكات أنظمة الضمان الاجتماعية. وفي سياق آخر، اجتمع رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم الجمعة 30 من سبتمبر الجاري بقصر قرطاج بوزيرة العدل ليلى جفال ووزيرة المالية سهام البغديري نمصية، وتناول الاجتماع مسائل متصلة بالأملاك المصادرة والقضايا التي بقيت في رفوف المحاكم ولم يتم البت فيها لسنوات وتأجلت عدة مرات وبقيت الأوضاع على حالها، كما تم التطرق أيضا إلى عدد مشاريع النصوص المتعلقة بالصلح الجزائية في أقرب الأوقات، لأن النصوص التي توضع يجب أن تجد طريقها إلى التطبيق. أشرفت اليوم الجمعة وزيرة التجهيز والإسكان سارة الزعفراني على جلسة عمل لمتابعة تقدم إنجاز دراسة جدوى إنجاز وصلة دائمة تربط جزيرة جربة باليابسة على مستوى منطقة الجرف، وتم خلال هذه الجلسة عرض عدة فرضيات لمسار الوصلة المقترحة والتقنيات الفنية للجسر الرئيسي فوق البحر الذي سيتم تعمق في دراستها في المرحلة الموالية من الدراسة، والتي ستفضي لاختيار المسار والتقنية الأنسب لإنجاز هذا المشروع، كما تم عرض التداعيات الاجتماعية والبيئية لهذا المشروع. وفي العالم، أعربت السويد عن استعدادها لإمداد تركيا بالأسلحة في إطار سعيها للانضمام لحلف شمال أطلسي الناتو، وأعلنت هيئة التفتيش عن المنتوجات الاستراتيجية موافقتها على تصدير الأسلحة لتركيا العضوة بالناتو لأول مرة منذ سنة 2019. نهاية النشرة الإخبارية، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. الأملاك المصادرة والقضايا التي بقيت في رفوف المحاكم محور لقاء رئيس الجمهورية قيس سعيد بوزيرتي العدل والمالية. جلسة عمل حول دراسة جدوى إنجاز وصلة دائمة تربط جزيرة جربة باليابسة. وانطلاق التحضيرات لفعاليات اليوم الترويجي لمهرجان المولد النبوي الشريف بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تونس. نهاية النشرة الإخبارية قدمها لكم نصر الدين حميدة، والمشوار يتواصل مع عبدالله حطاب في لايف سبور.